هذا الملعب، ولكن نحن هنا معكم دائما نواكبكم بالصوت والصورة كل ما يحدث، كل صغيرة وكبيرة. زميل ياسم عراش انتقل لغرفة تغيير ملابس المنتخب المغربي كما كان الشأن في المباراة الأولى في سان بيترسبورغ. إلى ياسين. شكرا زميلي خالد ياسين. الآن في غرفة تبديل الملابس هنا في ملعب لوجنكي، الغرفة الخاصة بالمنتخب المغربي. إن شاء الله تكون وجه خير على المنتخب المغربي. العلم المغربي حاضر لتشجيع اللاعبين، يعني كل الظروف موفرة بالنسبة لصدور أطلس من أجل أن تكون النتيجة إيجابية والعودة إن شاء الله من بوابة هذه المباراة. إذن أجواء جيدة حماسية إن شاء الله، وأكيد بعد ساعة سيتواجد اللاعبون هنا في هذه الغرفة من أجل الدخول والاستعداد إن شاء الله للأمور الجدية الأمور الحاسمة. والهدف أكيد هو تحقيق الانتصار الصعب، لكنه ممكن أمام أسود الأطلس الذين حققوا مشوار مميز جدا في مسار التصفيات ووصلوا لهذه المحطة المهمة والصعبة. شكرا لك ياسين عراش.